ازيك شباب، معكم مازن ورجع لكم بفيديو جديد. النهارده ان شاء الله هقول لكم ازاي تقدروا تجيبوا الباتل بيم. وقبل ما نبدا الفيديو لازم تكون عامل لايك سبسكرايب كومنت شير، ويلا نبدا في الفيديو. طبعا يا شباب، الحاجه اللي احنا نقدر نجيبها في الفيديو ده اسمه الباتل بيم. طبعا ده شكلها جميل جدا. طبعا شباب، هي نزلت مره، نزلت لمده 12 ساعه بالظبط، بعديها اتشالت خالص. طبعا يعتبر معظم المصريين ملحقوهاش. فطبعا شباب، الماب اللي هنقدر نجيب منه حاجة هو اسمه ار بي باتلز. فيلا ندخل الماب، وطبعا رابط الماب في الديسكريبشن. طبعا شباب، زي ما انتم شايفين اهو دخلنا الماب. طبعا عشان احنا نعمل حاجات فلازم تدوس على الزرار ده عشان ايه ما يدخلكش جيم. تمام تمام اول حاجة احنا ندور على العالم اللي هو زي ده كده. ايوه، عندنا البادجات دي. طبعا شباب، هنا حاطط الالعاب اللي هيكون في ار بي باتلز. طبعا مش مهم الكلام دلوقتي. طبعا شباب، احنا هنا هندخل. تمام، هتدوس على ايه. طبعا لو انت على تليفون هتفضل دايس تقريبا على البتاع دي، مش متاكد صراحه بس اكيد ده كده يعني. تمام، فاول ما تعمل الموضوع ده هتلاقي طالع لك الباتل بيم وبيقول لك كليم. تدوس على كلمه كليم. انا دوست اوريدي، مش عارف حصل ايه. الو، انا بدوس. الو، تقريبا جات لي، مش متاكد. ثانيه كده اتاكد. مش ادخل تاني. كليم كليم يا ابني، والله مش عارف. كليم اهي اهي، ايوه اهو جالي اهو. مش عارف حصل جليتش، لازم ترجع هنا وتيجي تاني، مش عارف بقى. طبعا شباب، دلوقتي زي ما انتم شايفين جالي البادج، ومفروض هو جالي. فهخرج دلوقتي اشوف جالي ولا لا في روبلوكس. وطبعا شباب، زي ما انتم شايفين اهو دخلت على روبلوكس، لقيت اللي جالي باتل بيم. طبعا ممكن نلبسه نشوف شكله عامل ازاي. طبعا يا شباب، ده شكله جامد جدا، هو على جنبك. فبصراحه شكله جامد جدا. وبس شباب، يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش اللايك سبسكرايب كومنت شير، والسلام.